لا تؤاخذني، بالعادة بقول هيك مو قدامك، بس هلا قلتها بالغلط. أنا من الرعبة قلتها، أنا غلطانة، أنا ما عم أعرف شو اللي عم أحكي هلا. يعني مبين علي لئيم؟ إيه، وكمان وقح شوي، وشايف حالك على الكل، ليش الواحد يسمع هو لحاله أغاني حزينة هيك؟ كان الجو غريب وبيخوف كتير، صحيح، أنت مو خايف بهالليل أستاذ؟ تحركي من هون. بس ليك الغناء هواية منيحة وحلوة، بس نقي لك أغاني غير هي، رومانسية وأغاني حماس وشراب حليب بارد أحسن ما تدوخ بالليل، وبتصير بتنام منيح كمان وبتحلم منيح. خلاص اسكتي بقى. هلأ أنا رح شيل إيدي عن تمك، مفهوم؟ بس إذا رح يطلع منك صوت بعد ما شيلها لإيدي، وقتها بدي أضطر إني أعمل شي مانو منيح، وأحبسك بالسقيفة السوداء، ورح خليك تقضي أبشع ليلة بحياتك مع الوحش الكبير يلي فوق. جاوبي، رح يطلع صوتك شي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.